السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المؤتمر الصحفي اليومي للجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بخصوص آخر التطورات المتعلقة بعملية الاستجابة لكارثة الفيضانات اللي ضربت عدد من مناطق جبلنا الأخضر ومدينة درنا على وجه الخصوص. وكما هو معتاد حنبدأ بحصيلة أو آخر الأرقام فيما يتعلق بمسألة الوفيات. كان يوم أمس أنا أعلنت أنه كان فيه 153 عملية دفن موثقة ومسجلة من قبل وزارة الصحة، ولكن يوم أمس بعد المؤتمر الصحفي زاد هذا العدد إلى 202 عملية دفن موثقة من قبل وزارة الصحة. واليوم تمت عملية 43 عملية دفن لجثث تم انتشالها لجثمين تم انتشالها اليوم، وبذلك وفقا للأرقام الموثقة والمسجلة لدى وزارة الصحة في الحكومة الليبية هي 3845 وفيات، 3845 من الوفيات. لكن أعتقد أن من المهم جدا التطرق لمسألة الإحصائيات، وأنا أتابع ونشوف وتوجه إلينا أسئلة بخصوص الأرقام. وضحنا مرارا وتكرارا أن ما يتم الإعلان عنه هي الحالات التي تم توثيقها من قبل وزارة الصحة، لكن خلوني نذكر مجموعة من النقاط باش نزيدوا نوضحوا الوضعية القائمة، وهي أن عمليات الحصر أو عمليات حصر الوفيات الناتجة عن هذه الكارثة ما زالت مستمرة، خاصة وأن عمليات الدفن لم توثق كلها حتى هذه اللحظة، وأن العمل جاري على توثيقها من الجهات المختصة بمعية وزارة الداخلية ووزارة الصحة والنيابة العامة. وأذكر أيضا بأن أرقام الوفيات وبياناتهم المسجلة بشكل رسمي لدى وزارة الصحة هو ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الصحة، وما يزال العمل مستمرا لمطابقة البلاغات عن المفقودين مع هذه القوائم، بالإضافة إلى حصر كامل للعملية منذ اليوم الأول وحتى هذه اللحظة. وأنوه بأن الرقم للأسف وبكل حزن سيكون قابل للزيادة يوم كل يوم بعد التحري وعملية التوثيق بشكل رسمي. وحول التساؤلات المشروعة اللي يسألوا فيها أهلنا وناسنا والمتابعين وأهل المفقودين عن أعداد الضحايا والمفقودين وفق ما ورد من اللجنة العليا للطوارئ، يمكن ذكر مجموعة من الأسباب اللي أدت إلى تأخر إصدار بيانات نهائية حول الأعداد الفعلية. وبعض من هذه الأسباب هو أن في الأيام الأولى من كارثة الفيضانات ونتيجة الأعداد الكبيرة من الجثامين اللي أهلنا من مدينة درنا على وجه الخصوص، لم يكن هناك منظومة موحدة لحصر ومن ثم دفن منظومة موحدة لحصر الوفيات ومن ثم دفنهم وتسليمهم لذويهم. وطبعا تم الأمر بشكل ورقي ويحتاج حاليا للتدقيق أيضا، ثم تصوير عدد كبير ممن لم يتم التعرف عليهم، ولأن دعت الحاجة وقتها للإسراع في عملية الدفن إكراما له. خلال اليومين الماضيين بذل جهد كبير جدا في غرفة الطوارئ لغرض إتمام عملية الفرز والتدقيق في كل عمليات التسجيل التي تمت خارج نطاق وزارة الصحة، وقامت بتجميع عدد كبير من البيانات وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء والتأكد من صحتها. ما يجب توضيحه وتأكيده أنه بكل أسى وحزن بأن الأرقام الحالية، وتعمل اللجنة حاليا على توثيق كل الوفيات كرامة للمتوفيين وحفاظا على حقوق ذويهم التي يكفلها القانون.
وزارة الصحة والنيابة العامة اعتمدت منهجية للإعلان عن أعداد الضحايا الموثقة فقط، وتعمل وفق لجنة الطوارئ للكشف عن مصير كل من توفى في هذه الكارثة. هذا هو التوجه السليم، بما معناه أن عملية الإعلان يجب أن تكون يعني للوفيات من أهلنا في اللي قضوا في الفيضانات اللي تم توثيقهم. وبكل تأكيد الإعلان عن النتائج النهائية حيستغرق بعض من الوقت للتدقيق. الأمر الآخر حول عدم قدرة اللجنة الإعلان عن المتوفيين إلى الآن، فإن اللجنة العليا للطوارئ ترى بأنه من أجل عدم الوقوع في خطأ الإعلان عن أي أرقام قبل القيام بعملية الفرز والتدقيق وفق الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان حالة الوفاة مع الجهات الرئيسية المعنية، وفي هذه الحالة هي مكتب النائب العام والنيابة العامة، والتي تعمل بشكل ووتيرة سريعة حاليا باش يتم جمع وحصر كل هذه الأرقام. فهذه مجموعة من الأسباب المهمة جدا والتي يجب أن نحن نوضحوها لأهلنا وناسنا اللي يسألوا لماذا لا يتم الإعلان عن الأرقام النهائية. فهذه مسببات يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار. أيضا من يعني فيما يتعلق بمسألة حصر المفقودين أو ملف المفقودين، النائب العام قام النائب العام بتشكيل لجنة لعملية الحصر والتوثيق الخاصة بالتعريف عن المفقودين، وتم تشكيل فريقين. رقم واحد أو المنطقة الأولى هي في منطقة شيحة الغربية في مقر الخدمات الضمانية، والثاني في منطقة باب طبرق في مقر الخدمات الصحية. ويعني نوجه نداء لكل من لديه مفقود من أهل مدينة درنة وأيضا المناطق المتضررة في أنهم هم يذهبوا ويقوموا بعملية الإبلاغ عن المفقودين في النقطتين هذين. يعني المركز الأول هو في منطقة شيحة الغربية في مبنى أو مقر الخدمات الضمانية، والثاني هو في منطقة باب طبرق في مقر الخدمات الصحية. فنداء للمواطنين أنهم هم يتوجهوا إلى هذه المقرات يعني تسجيل محاضر والإبلاغ عن أي مفقودين لتسهيل عمل النيابة العامة اللي تقوم بتسجيل المفقودين. أيضا نداء للمؤسسات الإعلامية والصفحات والحسابات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي إنهم هم يعني يوجهوا الناس أو يوجهوا نداء للناس في إنهم هم يذهبوا إلى المركزين اللي تم تأسيسهم من قبل النائب العام أو النيابة العامة للإبلاغ عن المفقودين. على المستوى الميداني ما زالت هناك 9 فرق أجنبية عاملة على الأرض للمشاركة في عمليات الانتشال وتقديم بعض الخدمات الصحية من خلال المستشفيات الميدانية اللي موجودة في مدينة درنة، بالإضافة أيضا إلى وصول فريق إماراتي متخصص يقدم الدعم للبحث الجنائي وفرق النيابة العامة في عمليات الحصر والتعرف على المفقودين من خلال استخدام تحاليل الحمض النووي أو أخذ عينات الحمض النووي. 2 أو النقطة الثانية، استمرار عمليات وجهود الإغاثة والمساعدة لأهلنا في مدينة درنة من قبل جمعية الهلال الأحمر والكشاف وهيئة الإغاثة الليبية، بالإضافة إلى هيئة الأوقاف وصندوق الزكاة في مختلف المدن والمناطق اللي تأثرت بالفيضانات. فيما يتعلق بالقطاعات الخدمية، نشرة سريعة عن عمل الشركة العامة للكهرباء واللي تشكلت في تشكيل لجنة لحصر الأضرار وتوثيقها بشبكة المنخفض درنة، أيضا تركيب عدد صناديق توزيع بشبكة المنخفض درنة بمحطات عبد الحميد بوزكور وبريك بدر، وأيضا استمرار تركيب أعمدة لخط أبار النهر والغريب بجهد 11 كيلو فولت، بالإضافة إلى تغذية المنطقة السكنية البياضة وضواحيها بعدد 3 خروجات جهد 11 كيلو فولت. أيضا جاري استكمال بعض الخطوط الريفية 11 كيلو فولت بضواحي منطقة بطة، والعمل قارب على الانتهاء بالكامل. بالنسبة لوزارة الصحة، فاللجنتين اللي تم تشكيلهن الأيام الماضية وهي لجنة الرعاية والصحة النفسية بدأت بالفعل عملها في مدينة درنة وبدأت في تقديم الرعاية والصحة النفسية
لأهلنا في مدينة درنة اللي يحتاجوا إلى هذه الرعاية. أيضا اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم الوضع الصحي والوبائي بدأت فعليا اليوم في أخذ العينات في مدينة درنة، وستقوم بذلك بشكل دوري، وحيكون بدورنا نحن تقديم التقرير بالخصوص. فيما يتعلق بالمستوى التنظيمي أو العمل التنظيمي في من خلال اللجنة العليا للطوارئ، سيتم تشكيل أو مسألة تشكيل اللجنة التسييرية لبلدية درنة اللي تم الإعلان عنها. المشاورات لتشكيل هذه القائمة مستمرة مع أهالي درنة، وقاربت اللجنة العليا للطوارئ أنها هي تعلن قائمة نهائية من خلال عملية التشاور مع كافة مكونات مدينة درنة. أيضا ستعلن اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة عن تسمية مجموعة عمل من الخبرات والشخصيات الليبية لدعم عمل اللجنة خلال اليومين القادمين بإذن الله. شكرا لكم، وإذا كان فيه أي سؤال ممكن ناخذ سؤالين أو ثلاثة.